زار السيد الرئيس بشار الأسد أماكن إقامة المواطنين المهجرين في مركز إيواء دوير بعدرا في ريف دمشق، وأكد أن الدولة ستواصل تأمين المستلزمات الأساسية لجميع المهجرين إلى أن يعودوا إلى منازلهم ومحاربة الإرهاب الذي شردهم منها. البيت يعني انا رب اكبر واحد تشتغل كنت عامل كنت عامل نعم. انت طلعت من عدرا؟ طلعنا من عدرا الجديده في شهر ثاني، نزحنا على عدرا العماليين وقعدنا هون حتى اجوا المسلحين. طلعتوا اول ما وصلوا المسلحين ولا بعد ما وصلوا؟ لا انا حبسنا 20 يوم، ضلينا محبوسين 20 يوم. خلي ايدك بايدي يا خيي ويا وحيدي، والله ما بتخلى عنك لو وين كنت ساكن؟ ولد أول يعني ما بيعرفوا لا وكانوا ابنك لما كانوا وما عندكم أي خبر عنه؟ سألتوا عنه وتواصلتوا مع حدا؟ حدا تواصل مع المفاوضين مع السلاحين؟ ما عن السلاحين بأي محل؟ من الغطش من تابع عليك يا مع مين عم تحكوا؟ مع مين عم حكيت كثير أول ما كنتوا بعد ما طلعت عمري وما أي مرة رح يرجع والحب ايش معناه. الموضوع طول اللي كنا بناخذ اسمه نشوف شو هي معلومه الخطه خبرتوها الجيش والامن اللي بيعرفوا عندهم معلومه تابعوا لنزا لان احنا في عم يجينا اسماء مخطوفين وبعد سنه بيكونوا مخطوفين عم نعرف وين بيكونوا احياء يعني في اغلب الحالات ففي امل ان شاء الله دائما ان شاء الله باي لحظه بنعمل بنلاقي في طرق كثير يعني بنلاقي طريقه. الله يحميك انت اولادك اولاد اولادك. بتريدي شيء خالد؟ بتريدي شيء؟ والله لي سلامتك بس. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما بتعرف عنهم شيء؟ ما بعرف عنا شيء لهلا، ناس بيقولوا لنا بالقد بدون امك ومين؟ اخوات اثنين. ابوكي وين؟ ليكون ابوك كم اخ؟ اثنين اكبر مني؟ شو اسمهم؟ محمود محمود خرويش. ما بتعرف عنهم شيء؟ ما عرفنا عنهم شيء، الله يقويك ويرفع رايتك. بدنا ندور لك عنهم هدول، بدنا ندور لحتى نلاقيهم. ايه؟ ان شاء الله بيرجعوا كلهم كلكم ترجعوا بتقعدوا سوا بترجعوا واحد يعني. عمره 16 وواحد عمره 17 وبنتي عمره 36 سنه اخذوا المدينه العماليه اول ما فاتوا اول ما دخلوا اول يوم ثاني يوم اجوا اخذوا العصر. شو كان بيشتغل؟ والله بنتي كانت تشتغل بمعمل البوصه هي وابنها الصغير، وجوزها موظف بالخماسيه، وابنها قاعد ما عنده شغله ياخذ كبير ما يلاقي شغل وقاعدين. انت شو اخوها؟ بنتي هي وطن الاولاد. انت هي صفحت هلا هون ما بيدرسوا بلا في مدرسه كثر خيركم والله يقويكم. لا في مدرسه الحمد لله وفي كل شيء الحمد لله. بتدرسي؟ عبد الملك فادي من نصر تحت الكتب تبعت الاي سي يو في الجامعة اخواتك بدكم ناس كان بس يرجعوا على اوكي صرت صح؟ والله يعلي باخر سنه هلا قربت الخصوصات بدك تنجح حياتك ثانيه. ايه طيب يعطيك العافيه. إن شاء الله في شيء نلاقي حبايبنا.
كيف صلاته صلاته ولا ما صلاته؟ كتر خير الجيش، الجيش اللي بعد الجيش الله يخليك الجيش يا رب. هيدي يا حكايه حب ما بيموت، هيدي يا حكايه قلوب عطشان، دا نرجعوا للبيوت، لازم تضل العين سهرانه، خلي ايدك عندك يا اسم الدواء؟ ايه عندي. اعطيني وين معك يا هون؟ اعطيني اسم الدواء. الله يهديك. انت بنتو؟ ايه. عندك انت اكبر واحدة ولا لحالك؟ مهاجرين من عذرة، لأنه عذرة هي سوريا الصغيرة، هي سوريا اللي فيها من كل المناطق من كل المحافظات. حبينا نجي نسلم عليكم لنقول للناس إنه الدولة للكل، الدولة لكل السوريين، وكل واحد فيكم هو ابن للدولة، ونحن بنهتم بكل واحد فيكم وبكل مهجر في كل مكان في سوريا. عمل جولة على بعض العائلات من اللي موجودين معكم، شفت سمعنا المآسي وسمعنا المشاكل اللي عم تعانوا منها، خاصة لما دخلوا الإرهابيين. في عائلات منكم عندها مفقودين، ونحن وكل مفقود هو ابن لألنا. في عائلات عندها شهداء، في عائلات عندها جرحى، ونحن بنهتم بكل هدول. كل واحد مفقود الدولة بدها تدور عليه. عم تسمعونا؟ كل واحد فيكم كل واحد فيكم عما يحلم انت بده يرجع على عذرة. بكل بيت في سوريا صار في شهيد. ليش؟ هدول الشهداء عم استشهدوا لحتى ترجعوا على بيوتكم. بكل بيت في مفقود، بكل بيت في جريح من الجيش، من القوات المسلحة، من الدفاع الوطني، لحتى ترجعوا على بيوتكم. لكن لنرجع بدنا نستمر بضرب الإرهابيين. ما بنقبل يكون في إرهابي بسوريا، والجيش بده يسحق الإرهابيين لحتى نرجع كل واحد لبيته. بس المهم نكون كلنا سوا ايد واحدة. لما بنكون ايد واحدة سوا بنعمر البلد. هاي بلدنا نحن بنعمرها. نحن دائما معكم. خلص.
وتتابع